يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايز افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا اللي موجودة دلوقتي قدامكم على الشاشة، وكمان تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. يلا بينا نبدأ حلقتنا. هنبدأ معاكم بحاجة ليها علاقة بعاداتنا وتقاليدنا. كل شعب وليه تقاليد وعادات خاصة بيه في الجواز، واحنا طبعا معظم تقاليدنا واخدينها من اجدادنا الفراعنه او قدماء المصريين. يعني مثلا زي دبله الخطوبه دي بترجع لعهد الفراعنه، واللي بتعتبر اشاره ان كده الزوجين بقى بينهم ارتباط ابدي للنهايه من خلال الدبله. وقال لك كمان ان الفراعنه لما كانوا بيعملوا اتفاقات الجواز وبعد ما يتفقوا على كل الشروط كان العريس بيقدم دبله الخطوبه للعروسه، والدبلة دي بتكون مصنوعة من الذهب وكانوا بيقولوا عليها حلقة البعث. العروسة كانت بتلبسها في ايديها اليمين الأول، وبعد الجواز تلبسها في ايديها الشمال، وده طبعا احنا لسه بنعمله لحد دلوقتي. دبلة الخطوبة والشبكة في عهد المصريين القدماء كانت بتمثل الخلود والأبدية. طيب عايزين نعرف أكتر عن دبلة الخطوبة وعن فكرة دبلة الخطوبة وليه فضلت متوارثة معانا لحد النهاردة. هنعرف ده كله من دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. معايا دلوقتي على التليفون. أهلا وسهلا يا دكتور مجدي. كل تحية لحضرتك وتحياتي لمشاهدين حضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك طيبة طبعا، داخلين في يوم وحضرتك بألف خير وسعادة وعيد أضحى سعيد علينا وعلى كل الأمة العربية يا رب. يا رب. دكتور خليني أسأل حضرتك عن حكاية دبلة الخطوبة عند المصريين القدماء، وكمان كانت بترمز لإيه وقتها؟ والله حضرتك عارفة إن المجتمع المصري كان مجتمع مستقر، وده مجتمع مستقر فكان لابد أن يكون فكرة الأسرة. ففكرة الأسرة جت نتيجة الاستقرار. مصر كانت أول دولة في العالم في الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والزراعي، بمعنى هي أول دولة في العالم كان عندها دولة وكان عندها عاصمة وكان عندها حاكم واحد، إدارة مركزية. فهذه الإدارة المركزية قدرت تحافظ على البلد، وفي نفس الوقت بقت عندنا نوع من الاستقرار الاقتصادي، لأن كان مصر مشهورة بفكرة الزراعة وفكرة القمح، وبالتالي ما عندما يحدث الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي نبدأ نخش في مرحلة أن يبقى في أسرة. فالمصري كان حريص جدا على فكرة الأسرة، وعندنا أول أسطورة في الدنيا كلها بدأت بأسطورة إيزيس وأوزوريس. مزبوط. فكرة الزواج المقدس أو الرباط المقدس والقصة الأسطورة المشهورة اللي فيها بعض الحقيقة، المرأة اللي تنتقم لزوجها وتكلف ابنها وتبدأ فكرة الانتقام، وفكرة هات طار أبوك يا محمدين اللي استمرت للأسف في بعض القرانة في الصعيد وفي بعضها حتى الآن. وبدأنا أن فكرة الاستقرار وفكرة الأسرة، ففكرة أن الزواج كانت فكرة موجودة جدا جدا في مصر ومنذ بداية يعني الأسرات. وبالتالي كانت فكرة ان في خطوبة، ايوة كانت في خطوبة وكان هناك دبلة خطوبة وكان هناك زواج وكان هناك عقود للزواج وكان هناك قايمة، اللي احنا الدولة الوحيدة اللي يعني بنفرد عن كل العالم بفكرة القايمة، وكان هناك يوثق هذا الزواج في المعبد وياخد منه نسخة، ونسخة تبقى في المعبد ونسخة تبقى مع الكهنة. وبالتالي كل ما نمارسه في حياتنا الان يعني كابي وبيست من الحياه في مصر القديمه بالذات. وبالتالي يعني حتى القايمه من منذ فجر التاريخ. والله يعني اسمح لي ان انا يعني اقول لحضرتك عقد من عقودهم، عقد كان كده، احنا لقينا احد العقود مكتوب على احد البرديات. يا ريت يا دكتور اتفضل. بيقول لها من اليوم اقر لك، بس يعني ارجو السيدات دلوقتي ما ياخدوش في الموضوع ده قوي، لان يقولوا اجدادنا ايه الرقي ده. بيقول لها في هذا اليوم اقر لك بجميع الحقوق الزوجيه، ومنذ اليوم لن أتفوه بكلمة تعارض هذه الحقوق، يعني أرجو أن احنا نستزيغ هذا الكلام. ولن أتوانى أمام الناس بأنك، ولن أقول أمام الناس بأنك زوجتي زوجة لي، بل سأقول بأنني زوج لك. يعني شوف يعني هو بيقول لها أنا مش هقول قدام الناس أن أنا اللي زوجك، ده أنت اللي هتبقى زوجتي. ومن اليوم لن أعارض لك هذا الرأي، يعني أنا مش هختلف معك كتير في هذا الموضوع. وتكوني حرة في غدوك وروحك، يعني اتحركي براحتك لأنه في ثقة ما بينه وبينها، وبالتالي تتحرك دون ممانعة مني، يعني اتحركي براحتك. وتكوني مع ممتلكات بيتك لك وحدك، يعني أي ممتلكات في بيتك أنا هبدأ إن أنا أسيبها لك لوحدي. لدرجة إن هي في واحدة كانت بتشتكي من زوجها بتقول له كده، لو لم تساعدني فسوف يذهب الحب الذي جمعنا، يعني هو بيساعدهاش في البيت. فبتقول له لو لم تساعدني فسوف يذهب الحب الذي جمعنا، ان مسؤوليه البيت كبيره ورعايته هي التي تجعله بيت حقيقي
أريد أن يعود بيتنا عشا هادئا من جديد. وبالتالي فهدت فكرة أن الزوج كان يساعد زوجته، ده كانت فكرة موجودة. ففكرة الخطوبة كان بيخطبها وكان بيحط لها يعني حلقة اسمها حلقة البعث أو حلقة أزيس، وهي عبارة عن دائرة وكانت دايما بتبقى من الذهب، وكانت فكرة الأبدية وكانت فكرة الاستمرارية، لأن معروف أن الدائرة ليس لها بداية وليس لها نهاية. مزبوط. فكان في مرحلة الخطوبة كان بيبدأ يعني يعمل هذا الموضوع. وفي القرن السابع قبل الميلاد كان عندهم عقدين، كان عقد للخطوبة وكان عقد للزواج اللي هو أخدوه أخواننا المسيحيين بعد كده، اللي هي نص إكليل وأكليل كامل. مزبوط. نفس هذه الفكرة. وكان يكتب لها قايمة بكل ممتلكات اللي هي جابتها واللي هو جابها، ولدرجة من ضمن هذه القايمة، وأرجو بقى إنه يعني بناتنا ما ياخدوش هذه الكلمة قوي، إنه كان بيتعهد بجزء من دخله أن يكون لزينتها، يعني هي بتشترط عليه في العقد إنه جزء من الدخل إن هي تاخده عشان تتزين بيه، تجيب مكياج وتجيب عطور وتجيب الحاجات اللي هو إيه اللي هي بتحبها. بالرغم من إن الست المصرية القديمة برضو كانت بتساعد جوزها في العمل خارج خارج المنزل برضو، وأكيد كان بيبقى ليها دخل هي كمان. ده كانت مصانع النسيج ومصانع البرفيوم كلها كانت قائمه على فكره النساء. فكره الحقل كان دايما المراه يد بيد مع الرجل، يعني قاعده معاه هي بتحصد وبتزرع وكل شيء. ومع ذلك تعهد الزوج بجزء من دخله لزينه المراه، لزينه زوجته. وتعهد كمان اذا طلقها لو تزوج عليها واحده ثانيه وهي مش راغبه، لان فكره الطلاق كانت موجوده ولكن كانت فكره مكروهه. كانت بتشترط عليه في الطريق في حاله الطلاق ان هي تاخد كل الاولاد وتاخد نص ثروته، يعني نص الثروه هي هتاخد نص الثروه وتاخد الاولاد. وبالتالي كان العقد بتاعهم كان عقد فيه رقي جدا، كان بيتفق فيه على كل الاوضاع سواء الاوضاع الحاليه او الاوضاع المستقبليه اذا ترتب عليها اي شيء. وبالتالي المراه اذا نظرنا للعقود في المراه في مصر القديمه نجد هي يعني هي السيده، هي المتحكمه. حتى كلمه يعني الست، احنا ما زلنا نقول على المراه هي ست، كلمه ست دي هي كلمه مصريه قديمه ما زالت نفس يعني في اللغه الهيروغليفيه، لما نقول ست هي الست، وكان دايما يطلق عليها نبت بر بمعنى سيده البيت. يعني اللقب بتاعها اللقب المهم ست البيت، لان عارفه حضرتك كان دايما في مجتمعاتنا الشرقيه ما نحبش نقول او ننده للست باسمها، فكانوا دايما يقول لك ست البيت. وعندنا في الصعيد او في الوجه البحري كان يقول ام محمد ام علي، فبرضه نفس الفكره نوع من التكريم والاعزاز. فدايما ايه برضه يقول لك سيده المنزل او ست البيت. وبالتالي فكره الخطوبه وفكره الزواج ومكان الزواج بتاعهم كانوا دايما يعملوه في المعبد، وكان يعملوه من ثلاث وثائق: وثيقه تقعد في المعبد، وثيقه تبقى عند العروسين، وثيقه بتبقى عند الكاهن. يعني توثيق تخيلي حضرتك، وكان الشهود بيبقوا غالبا من 3 ل 16 واحد عشان يعني يبقى ميثاق مهم جدا جدا. أيوة. فكره الكوشه وفكره الزهور كانت موجوده. فكل ممارس فكره كمان الاكل، ان السيده بس كان بتبقى دايما خالاتها وقرايبها هم اللي يودوا لها فكره العشاء، يعني خالاتها، لان معروف عندنا فكره الاكل دي، فكانوا يودوا لها اكل وخزين ممكن يكفيها لعده شهور في عشان تحتضن او يعني يستمر الحياه فتره ايه، هي ما تشتغلش ما تتعبش، لان دايما عارف حضرتك الاول زي ما بقول كده شهر العسل، شهر العسل بالظبط. فهو كان بيدوها كميات كبيره من الخزين عشان تقدر ان هي تستمتع بحياتها. طبعا فكره هي سنهم كام، كان دايما البنت بتبقى 12 13 سنه، الولد بدايه من 15 سنه، لان عارف حضرتك كان هو مجتمع زراعي، والمجتمع الزراعي يفضل الزواج مبكرا ويفضل الانجاب. طبعا احنا ما ندعوش لهذا الكلام، ولكن هو طبيعه الوقت كان كده. فكان الولد من 15 سنه يبدا فكره الزواج، وكان دايما حضرتك عارفه المجتمع بتاعنا كان فكره النضج نظرا لدرجه الحراره بيبقى مبكرا شويه، وبالتالي من سن 15 سنه كان يبدا الولد، و12 سنه كان البنت يبدا تبدا الزواج. وبالتالي لو نظرنا الى هذا المجتمع سنجد كل ممارسه من عاداتنا وتقاليدنا، حتى بعد كده لما نيجي بفكره السبوع اللي احنا بننفرد فيه اعتقد عن كل دول العالم، هي عاده مصريه قديمه، لان كل طقوسها سواء البخور او ده الهون الغربال كل ده حتى حلقاتك برجلاتك، المقصود بحلقاتك دي هي الحلقه بتاعت ايزيس، لانه برضو كانوا بيحطوا من الحلقه اللي تشبه دبلة الخطوبه يحطوها في الودن بتاع الولد او البنت، عشان فكره برضو ان هو يعيش كتير، ونوع من التميمه زي ما احنا بنجيب الولد ونبخره ونحط نحط عليه عقد برضو عشان نحميه. فهم برضو كانوا بيتبعوا هذا الموضوع. فالفكره كلها هي فكره عادات وتقاليد جايز احنا بنمارسها دلوقتي، ولكن لا نعرف ان هي مستمده من جيناتنا ومستمده من التراث المصري القديم. فبقول لكل بنت وانت بتتخطبي وانت بتحطي في دبلة الخطوبه في اليمين ثم تحطها في الشمال، لان برضو كانوا بيعملوا نفس هذا الموضوع مستمد من عاداتنا المصريه القديمه، وفكره دايما اللي الصباع اللي هو بيتحط فيه في الشمال، ان دايما يقول لك ان في عرق او في هناك شريان بيصل بين القلب وهذا الصباع، فدايما في مرحلة بعد الجواز يفضلهم ان هم ينقلوا هذا يعني هذا الخاتم من اليمين الى الشمال. وبالتالي ده موجود كلهم او كل هذه الاشياء موجوده في هذا المجتمع. حقيقه يا دكتور مجدي حضرتك والله
والله ابهرتنا بالمعلومات الكتير اللي احنا عرفناها عن المصري القديم والحياه، حياه المصري القديم والاسره كانت عامله ازاي، قد ايه كانت جميله، قد ايه كانت راقيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. شفتوا قد ايه اجدادنا كانوا هم كانوا متحضرين حتى كمان في حياتهم، يعني الزوج كان بيزعد زوجته، كان بيتعهد لها بان هو ما يزعلهاش وان هو ياخد برايها وان هو يجيب لها بجزء من دخله الزينه بتاعتها، بالرغم من ان هي كمان عندها دخل. ففي حاجات كتير قوي احنا بنتخانق عليها دلوقتي هي كانت محلوله من زمان جدا، من فجر التاريخ، فجر التاريخ المصري اللي هو فجر تاريخ العالم كله. فانا شايفه ان احنا فعلا دكتور مجدي كان بيحاول يقول لنا البنات ما تتمسكش قوي بالكلام ده، لا للاسف احنا عايزين نتمسك بالكلام ده، وعايزين يعني شبابنا كده يبصوا شويه على اجدادهم ويشوفوا كانوا بيعملوا ايه وقد ايه الحياه كانت حلوه ومستقره، وكانت لما دايما ايد على ايد كانت بتساعد وكانت بتخلي الحياه اسهل بكتير. هي الفكرة كلها في الاحترام والاتفاق، احنا لو بنحترم بعض ومتفقين على حاجات كتير في حياتنا اكيد بيحصل مناوشات، ولكن في المجمل العام احنا متفقين اكيد الحياة هتبقى ألطف كتير.